السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب براقي كالعاده، لانه هو اهم مشروع اللي ريمو يعني كانت كثير من الجزائريين ينتظروا في المشروع هذايا، ومهم بالنسبه للشباب، خاصه الشباب الجزائري، ونعرفوا بان الجزائر فريق شعب نتاع كره قدم. اذا نتكلم على الملعب هذا لان فيه صور جديده تظهر أن العشب الطبيعي نتاع الملعب كبر يعني بطريقة، أصبح الحق مستوى ماتور يعني كبر مليح وتكبر بطريقة جيدة. ونلاحظ كذلك معدات جديدة اللي توضعت اللي استعمالها في الأيام اللي ما يكونش فيها الشروق يعني فيها الشمس. إذن هذه المعدات تعاون على محافظة على اخضرار العشب ونموه، كذلك اخضرار العشب الطبيعي ونموه. إذن إن شاء الله يكون فيها خير، ونخليكم تتمتعوا بهذه الصور الجميلة في هذا ما تبقي من الفيديو. والسلام عليكم.